سلمى، أكيد رح ننتقل لأولى فقراتنا بصباحنا لليوم، ويمكن رح ننتقل على التطور اللي عم يشغل بالنا عبر الشاشة المضيئة، ويمكن كتير عم نتواصل للحصول على المنتجات اللي عم تتسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن كانت فردية لأشخاص معينين أو كانت من جهات خاصة. كمان رح نحكي عن هذا الموضوع، السوق الإلكتروني اللي بدأ عم يظهر بشكل منظم أكثر بالوقت الحالي. رح نحكي كل هالتفاصيل مع دكتور عمار دلول، متخصص في مجال الاتصالات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيك. النور، أهلا أهلا وسهلا وسهلا فيك. فيك. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا فيك. النور. يعني بالبداية هيك خلينا نتعرف أكثر شو المقصود بالتسوق الإلكتروني. حقيقة هي يعني التسوق الإلكتروني هو يقع تحت شيء ما يدعى التجارة الإلكترونية، هي نوع من انواع التجاره، اما بالتجزئه او بالجمله. فكنا متعودين نحن لما بدنا نشوف منتج ننزل على مكان مخصص لتسويق هي المنتجات، وليكن سوق او مول او محل، ونشوف هالمنتجات وننقي المنتج اللي بيناسب حسب احتياجنا بشكل فيزيائي. اليوم لما تحول ان المنتجات صارت تعرض على شكل مواقع الكترونيه او تطبيقات على الموبايل، طبعا الصبايا اساتذه فيها هي القصه، يعني ضلوا على الفيسبوك او على الفيسبوك او اي مكان، فبالتالي تحولت التجاره من مبيعات فيزيائيه لمبيعات الكترونيه، فسميت تحت اسم التجاره الالكترونيه او التسوق الالكتروني. فعمليا هي يعني اذا بدنا نعرفها بشكل بسيط هي عرض المنتجات والتبادل التجاري من خلال مواقع الكترونيه او تطبيقات الكترونيه عن طريق الموبايل. نعم، يعني عم نشوف كثير هلا من الشباب والصبايا عم يعرضوا منتجات وعم يروجوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني عم تكون مصدر رزق لهم. صحيح. خلينا نحكي كمان عن هذا الشيء، هل هو بتعتبره منظم كتسويق الكتروني؟ نعم. هل هو بيحتاج لرخصه او مثلا كفاله معينه نعم. لكفاله الجوده؟ نعم. في شيء مستقبلا حقيقة هو دائما بأي قطاع جديد، كونه بالنسبة لنا نعتبر هذا القطاع جديد ببلادنا، أي قطاع جديد بيبدأ بشكل عشوائي وغير منظم بمبادرات فردية. فبيجي شخص بيروح بيعمل موقع، بيجيب شوية أغراض بيحطهم، بيعمل عملية بيع إلكتروني بالتجزئة، وبصير في عنده طلبات، ومن ثم بتصير القصة حالة منتشرة، فبتصير في عملية وعي بين العالم لعملية البيع الإلكتروني، وبتروح باتجاه التنظيم. حقيقة إذا بدنا نحكي نحن الواقع الحالي، الواقع الحالي إنه في كتير مبادرات شبابية وفردية عم تقوم بعمليات بيع إلكتروني وتسويق إلكتروني في بلدنا بسوريا يعني، ولكن هو حقيقة هلأ راح باتجاه التنظيم. يعني حنوه لموضوعين، أول موضوع ليش التنظيم لازم يكون موجود، وثاني شيء شو آلية التنظيم الموجودة حاليا. حاليا كونه هي تجارة وهي إلكترونية، فلازم يكون في نوع من أنواع الضابطة من جهة مسؤولة عن التجارة، اللي هي غالبا حتكون جهة مسؤولة عن التموين، هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبنفس الوقت جهة اللي هي بتقدر تعمل مراقبة إلكترونية مشان ما يصير عمليات احتيال ونصب، فغالبا هي وزارة الاتصالات والتقنية. ففي هيئة اسمها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بسوريا أصدرت تعليمات الترخيص لهيك أنواع من التطبيقات بالتشاركية مع وزارة التجارة الداخلية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبالتالي هالنوع من أنواع التشاركية بين هي الجهتين شكل نوع من أنواع الضوابط والنوازم لعملية السوق الإلكتروني. هلا حقيقة شو بنستفيد منها أو ليش لازم تكون موجودة؟ لأنه اليوم بتعرفي قد ما كان العرض عن طريق الإنترنت واضح وصريح، غير لما يكون العرض فيزيائي. فممكن أنا مثلا شوف عبارة عن مج مثلا، شوفه بطريقة فيزيائيا بحجم، وممكن على الواقع يكون غير شكل في حال كان طيب إلكتروني. هاي كمان أستاذ عمار، خلينا نحكي شوي اليوم عن الضوابط. يمكن حكيت عن أسلوب التنظيم أنه حيكون في شراكة بين وزارة الاتصالات ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. نعم. بس اليوم مثل ما بتعرف يعني الفيسبوك بشكل عام ما عليه رابط. نعم. أو ما عليه هي القيود. نعم. فلهيك نشأ هي الصفحات اللي الشباب. نعم. استخدموا وسيلة مجانية. نعم. ليروجوا لمنتجاتهم أو تكون وسيلة ليكسبوا رزق منها. هل رح يتم هلأ فينا نقول فرز هي الصفحات أو التعامل معها؟ نعم. حقيقة اليوم أي واحد بده يشتغل ضمن تجارة إلكترونية بسوريا، إن كان عن طريق الفيسبوك، لأنه الفيسبوك هو عبارة عن عم تخلي من خلاله بيش، يعني صفحة تمام. إلكترونية آخر شيء.
وبالتالي أي صفحة إلكترونية ضمن الفيسبوك أو خارج الفيسبوك يتم عليها عرض منتجات لازم تحصل على ترخيص. هالترخيص هو مو سجل تجاري، لأن اليوم المفهوم العام أنه أنا بعمل سجل تجاري وبالتالي صار فيني اشتغل شو ما بدي. لا، السجل التجاري هو فقط ليثبت أنه العلاقة أنه أنت تقع تحت كاتيجوري أو تحت نطاق تاجر لا تقومي بعملية خدمة معينة، ولكن هناك دائما شبه خدمية. يعني مثلا أنا اليوم عندي سجل تجاري وليكم مثلا بدي أعمل قناة تلفزيونية، فما مش الحال أعمل بس سجل تجاري، لازم يكون عندي ترخيص من الجهة الخدمية اللي هي وزارة الإعلام. فاليوم الجهة الخدمية للموضوع هي الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ووزارة التجارة كسجل تجاري لتقدري تمارسي أعمال تجارية. اليوم حتى صفحات اللي على الفيسبوك بس لتكون ضوابط تبلورت وانطرحت وبلش يكون في نوع من أنواع المتابعة الحكومية للموضوع، أكيد لازم يقعوا تحت نطاق الترخيص، لازم يرخصوا ياخذوا سجل تجاري وترخيص إلكتروني من الهيئة الوطنية، ويكون هون في ضوابط. ليش؟ لأنه آخر شيء هذا التاجر اللي عم يقوم بعمل تجارة إلكترونية في نوع من أنواع التاكسس أو الضرائب اللي لازم تكون مفروضة. لا قدر اليوم الدولة تحاسب تأخذ هالجباية الضريبية الموجودة، لازم يكون في نوع من أنواع المنصات اللي واضحة تجاه الدولة قدرت من خلالها تقرأ شو قديش عمليات البيع، وبالتالي تقدر تقتطع الضريبة تبع عمليات البيع الإلكتروني. فهي المنصات لازم تكون عمليا في حدا من الجهة الحكومية له أكسس عليها أو بيقدر يدخل عليها ليقدر يشوف أنه مثلا حضرتك عملت لي صفحة، حضرتك عملت صفحة وبعته مثلا 100 ليرة، وليكن فلازم يكون في حدا عنده أكسس يقدر يشوف قديش بعته ليقدر يأخذ هالضريبة. وبالتالي اليوم هي فوات عائدات على الدولة السورية في حال تأخر تنظيم هالقطاع، لأنه عمليا يعني خلينا ناخذ اذا بدنا احصاءات عالميه لنقدر نعكسها على واقعنا. اليوم الانفاق العالمي صار كثير كبير بالمبيعات بالتجزئه على الالكترونيه، يعني عم نحكي بتريليونز من الدولارات عم تنصرف الكترونيا. بنعرف تجربه علي بابا كلياتنا اللي هي تجربه براقه وبلشت تستعمل اساليب جديده بالتسويق. فاليوم انا برايي الضوابط والنوازم هي بعتقد صدرت، ولكن حتى صفحات الفيسبوك حتى شو ما كان لازم يخضعوا لهالضوابط والنوازم، لازم يكون في نوع من انواع الضابطه لهالضوابط والنوازم. فبعتقد انه كونه في قانون صدر بال2014 للمعاملات الالكترونيه، اعتقد ضمنا في صار شيء اسمه وحده جرائم الكترونيه موجوده ضمن وزاره الداخليه، وبالتالي اليوم اذا صار اي عمليه نصب واحتيال وشخص مرخص كان عنده ترخيص صار احتيال عليه من قبل المشتري، أو بالعكس صار احتيال من قبل التاجر للمشتري وراجع فصار كونه السوق مرخص قادر يأخذ حقه من خلال أنه يكون في جهة قضائية من خلال قانون المعاملات الإلكترونية والجريمة الإلكترونية يقدر يتابعه، يعرفوا هذا الزلم مين، يجيبوه شوفوا الإحصائيات فعلا هاي الترانزاكشن صارت عنده، يعني هاي المنتج اشترى من عند هذا السوق، وبالتالي قدرانين يعملوا عملية إدارة للعلاقة بين المشتري والبائع أو بين شركتين في حال كان تجارة إلكترونية لشركتين من مواقع جملة خلينا نقول متجزئة. نعم، طب خلينا نحكي شوي كونك متخصص بهذا المجال، شو السلبيات والإيجابيات للتسوق الإلكتروني خاصة أنه هو حديث العهد بسوريا؟ نعم. منظم بغير دول، كنا نشوف عبر شاشات التلفزيون انه في تسوق عبر الانترنت. نعم. لكن بسوريا عم نحكي هلا على خطوات التنظيم. نعم. برايك شو السلبيات والايجابيات؟ حقيقه انا السلبيات بعتقد حتى انتم صبايا وقعتوا فيها، يعني بتروحوا بتوصلوا على قصه من الانترنت بعد ما توصل تطلع غير منتج تماما، غير لون او غير قياس، غير لون تجي بتقولي لا اللي على الحاكتية على الفيسبوك بدي بدله، بتقلك ما بقدر بدله وما بعرف هالشكل. فبالتالي اليوم احد السلبيات هي اكيد اذا ما كان في نوع من انواع التنظيم انه حيصير في دائما مشاكل بالمبيعات بين المشتري وبين البائع، بانه حيكون في اختلافات بالمنتج. يعني حيروح هو مثلا يصور المنتج بطريقه يعطي بتعرف اليوم لانه تقنيات التصوير ما شاء الله حتى بالموبايل صارت عم نحكي بال10 ميجا والقصص هي، فعمليا اليوم قادر يعطي للمنتج صوره براقه تغري المشتري بانه يشتري هذا المنتج حتى لو ما كان على السويه اللي هو متوقعه. وبالتالي اليوم اعتقد هي احد السلبيات، انه انا لما بشتري المنتج خاصه اذا كان بنظام الدليفري لأنه كله صار بيوصل على البيت هلا من خلال، هاي مشكلة تانية كمان لازم يكون في تنظيم لهذا القطاع، قطاع توصيل المنتجات. فاليوم بتوصل المنتج واستلم ثمن المنتج في مشكلتين، إذا ما عجبك المنتج وقلت له ما بدي أخده ما مرض تأخده مرض تدفع حقه،
فالبائع هون صار عنده كلفة بأنه عمل عملية بيع تجاري وجاب البضائع من التاجر الجملة ووصل لك إياها، عنده كلف هون، وبالتالي صار عنده مشكلة. والمشتري في حال أخذها لأنه وصلت وما طلعت مثل ما بده، صار عنده مشكلة أنه هذا المنتج غير اللي كان متوقع. فهي أحد السلبيات الكبيرة بتجارة التونية. هلأ نحن كونه سوق بعده جديد، ما كان لسه في وعي من يعني لسه ما في وعي لا من التجار ولا في تنافسية ولا في وعي من المشتري أنه تنضبط هالقصة. بالأسواق العالمية صار في على كثر الطرح اللي صار، وطبعا صار في مثل أنواع البراندات العالمية اللي بيكون لها معايير، فعمليا وصار في عدد يعني ترانزاكشن للشراء كثير كبير، فتنظمت الامور بانه صار حقيقه البائع له مصلحه تكون المنتج معروض بالطريقه الصح، فما يصير عنده مشكله، والمشتري له مصلحه ينقي المنتج اللي بده اياه الصح حتى كمان ما يصير عنده مشكله، لانه صار في انتشار كثير كبير. وهي حقيقه طبيعه بشريه، فبعتقد مع نشر الموضوع بسوريا يعني مع انتشاره وبيزيد وعي المشتري أو المستهلك لهذا الموضوع، وحيزيد بكرة التنافسية عند البائعين، فحيصير الكل يحط الكواليتي الصح والصورة الصح لحتى ما يصير عنده إشكالية وما يخسر تسوق إلكتروني لهذا الزبون موقعه، لازم يروح على موقع تاني لأنه والله جربته هذا الموقع بيجيب لي شغلة غلط فورا بينفضح على مواقع تمام وبالتالي يروح على موقع تاني. هلأ حياة لحلك معلومة مهمة، معدل الإنفاق اليوم للشخص بأمريكا مثلا على المواقع الإلكترونية وصل ل $1,800 بالسنة، يعني عم نحكي عن رقم كبير صار يشتري أوفر إنترنت، وبالتالي ما يعني بيعطينا هون هاجس إنه معناته هذا هو المستقبل حياته. فحياته يعني شوي بتتنظم السوق وبيزيد الوعي وبتمشي الأمور، وبكرة جاي الدفع الإلكتروني أكيد حتصير القصص أسهل، لحن حوصيح على منتج وحأدفع حقه مباشرة، وحيصير في شركات أكيد كبيرة ضمن تنظيم الشركات الدليفري أو شركات التوصيل، فحيوصلوا لي المنتج بطريقة صح، حيكون له سيريالز، يعني بعتقد حتنظم الامور بشكل اصبر. يعني هو عموما التنظيم مفيد وخصوصا لما عم نحكي عن سوق مفتوحه. نعم. ولكن كمان في يعني بعض الناس بتقول انه كان الفيسبوك او هي الصفحات عم تقدر تقدم خدمه للناس من صح. دون مثل ما قال الضريبه، فبالتالي هو مصدر رزق صح. هلا رح يتحول لعمل مقنن او صح. منظم صحيح. فهذا الشيء كمان يعني ما بيطرح تساؤلات انه ممكن في ناس ما تقدر تجاري هذا الموضوع فتنسحب، فانت تكون وقفت قدام فرصه عمل هي صح. كانت متواجده ومجانيه. شوفي لك اليوم لما نقول نحن كلمه تنظيم، يعني انا ما عم بحكي من وجهه نظر حكوميه، عم بحكي من وجهه نظر حدا عم يتفرج على القصه كيف عم تصير. اليوم لما بنحكي انه اليوم بده يصير في تنظيم، هذا لا يعني انه في كلف، يعني مثلا لما اقول له لشخص عنده صفحه على الفيسبوك انت روح اعمل مؤسسه فرديه، ما بعتقد كلفك بالعشرات الالاف ما له رقم، يعني انه يعمل مؤسسه فرديه هو على الاقل صار يضمن قدر حقوق تجاه المستهلك. فانا اليوم ما عم بحكي عن كلف، عاده امتى بينسحب الحدا؟ بينسحب لما يلاقي انه بده القصه صار عليها كلف عالي عليه ما بيقدر يتحملها، وبالتالي ما قدران يعمل هالاستثمار فحيوقف. اما اليوم اذا هو كان بده ينسحب لانه ما بده ينظم الموضوع، فهو عمليا فايت بهدف النصب والاحتيال. فاليوم اذا انا فايت باتجاه لانه بدي اعمل عمليات احتيال وهذا الموضوع كان رادع لي، فهي شغله منيحه لكل الاطراف. اما اذا الموضوع كلف فبعتقد حيكون في كلف كثير كبيره، هي الموضوع تنظيمي اكثر من موضوع مادي ومالي. هلا القصه الثانيه المهمه، يعني خلينا نشوف الجانب الثاني بصراحه. اليوم كل الصفحات وكل القصص مع احترامي للكل، اليوم شو الطريقه؟ انه انا بروح في منتجات مو موجوده بالسوق بطرحها عن طريق الفيسبوك، هذا اللي عم يصير بشكل واقع هلا، وانتم اكيد عايشينه يا صبايا، يعني انا بعرف هذا الحكي. فاليوم انه عم تروح وصي عليه، حدا عم يروح يجيبه، عم يفوت بطريقه غير شرعيه على البلد، يعني ما عم يكون في جمرك ولا ضريبه ولا ماليه ولا شيء، حروح بيعه. فعم تصير القصه انه والله ليكني عم بقدر اجيب المنتج اللي خلينا نقول اجنبي المرتب اللي ما بعرف شو بسعر منافس للمنتج الوطني اللي انا موجود فيه، وبالتالي كمان هي مشكله على الاقتصاد بصراحه وخاصه بالظروف الحاليه. فاليوم حقيقه اذا بدنا نشوف الصوره من فوق، مصلحه الجميع والمصلحه العامه ومصلحه التجار والمستهلكين انه تكون العمليه فيها تنظيم حقيقه. نعم. كلمة أخيرة بتحب توجهها أو نصيحة هيك لكل الشباب والصبايا اللي هلا عم بيحاولوا، يمكن نحن بنعرف إنه في كتير كمان مبدعين بسوريا صح. عم يشتغلوا بإيديهم، عم بيحاولوا يعملوا هيك بصمة ويكون صح. كمان شو بتنصحهم؟
والله حقيقة لقلك اليوم فئة الشباب هي أكثر فئة منفتحة على موضوع الموبايل والأبليكيشنز وكذا وهالحكي هذا كلياته، وعم نشوف أبليكيشنز سورية براقة. اليوم موضوع الأبليكيشنز شغلة غير مكلفة، موضوع إبداع فقط، وبنفس الوقت هو عائد الاستثماري تبعه أعلى من أي استثمار في الكرة الأرضية كلها. فاليوم أي شاب وأي صبي حابين يعملوا مشروع خاص أكيد يروحوا باتجاه مشاريع إلكترونية، لأن المشاريع الإلكترونية هي اللي بتكون المستقبل، وحقيقة هي اللي حتخليهم يعملوا شيء للمستقبل لإلهم غير مستقبل البلد، وهي اللي حتنمي الاقتصاد بصراحة. يعني بالختام بدنا نشكرك دكتور عمار دلول المتخصص بمجال الاتصالات على وجودك معنا. شكرا شكرا كثير لوجودك معنا وللمعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا.